ديال نتشكر سيدنا تنصر ربي الخير غادي صرفتي ربي مرحبا سرسها غيزيد راحت كله ورسول دارنا خمانا غانتيلي اي غراد اصلح الله خيرات عطني الصبح ربي هاتي والو سلماني غلا كلشي غادي يضراح كلشي غادي يخلى كلشي مدل الكارثه الا والارواح رموت وانا اني تما زرت الشاكوراي ادوار كله تبيسريه والو مدنا ركان غير غيكيطان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يرحم ربي الشهداء يعاون غوي السنين عايفك ربي القوار السلطات الجماعات الجمعيات الناس الكبار الله يكثر خيرهم والله والله كنشكروهم بزاف. السلام عليكم. الدار قلت لك 5 د النفوس هو هربوا من تما راه باتوا تما حتى الصباح هربوا خافوا باش يطيحوا هذاك الشيء. ايه ساكنين تما تما فين كيناسوا لا حفظوهم الله يا يا ثلاثه د الاولاد والمراه تما فين حطهم حتى الصباح ما كاين لا الميكان لا والو. ايه هاد لا مشاو داروا الميكا في هاد الجي حضاني المقر. ايه يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم الاخوان كتشوفوا مقدر الله ما شاء فعل هذاك الشيء اللي امر الله هذا سبحانه وتعالى نحن بيد الله سبحانه وتعالى والله يحفظ والله يسترنا اللهم لك الحمد. انتم كتشوفوا الاضرار هاد الدار هنا فين كنا ناعسين والله سبحانه وتعالى حفظنا ولك يحفظ الجميع وجزاكم الله بخير هاد الناس اللي جاوا وفقدوا هاد الشيء شافوا كل شيء بعينيهم الله يجزاهم بخير الله يجعل كل شيء من ميزان حسناتكم الله يجزيكم بخير تقبل الله منكم حسن تقبل الله منكم حسن الاعمال كل انسان اي حاجه دارها الله سبحانه وتعالى نطلب الله ان يتقبل منه وجزاكم الله جزاء خير الجزاء انه على كل شيء قدير. المهم هذا الشيء لامر الله سبحانه وتعالى امنا بالله سبحانه وتعالى وقدر الله ما شاء فعل والسلام عليكم ورحمه الله الله يجزيكم. اليوم احنا في دوار بيتكان مع جمعيه بيتكان جات عندنا جمعيه المغاربه بلا حدود والجمعيه النبسمه الجمعيه النبسمه ارض التشكار على المجهودات اللي سكرن القافله الطبيه اللي زوين اللي قيس استافد نقيس الساكنه نبيتكان الدواوير المجاوره جراء غينا الزنزانه الليلان ارض التشكار راه نتمنى التوفيق ونتمنى يخلص ربي الجميع اي وارد تشكر صاحب الجلاله محمد السادس على الالتفاتات اللي سكري الدواوير المتضرره هاد الحكومات السلطات المحليه كل الدرك الملكي القوات المساعده الجيش الملكي الجيش القوات هذاك الامن الوطني الوقايه المدنيه زعما تيارت نتشكر جميعا واش كان دار نخصص غير حساسيا سيان سيان ميكون يعني ميكن وانا واخا نتكسود زعما ولكن الحمد لله الا يعني ميكن التشجيع دار الدوله دار كنت تشكر نتشكر الجمعيات اللي دانا نشكر اللي سكر الالتفاتات ديال الساكنه والسلام عليكم ورحمه الله. بيت ديال التنميه لجميع التضامن نتشكر الجمعيه المغاربه بلا حدود ولا طبيبنا نتشكر طبيب الكل الثمانيه نتشكر المساهمه فرح نسمع تسكر فرح الماء الادويه ورتني وجه الجوج كله الخير الحمد لله وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم باسم جمعيه بيتكان للتنميه الاجتماعيه والتضامن ونيابه على نساء هذه المنطقه كنشكروا جمعيه مغاربه بلا حدود اسوسياسيون ماروكان سون فرونتيير كنشكروها على هذه البادره الطيبه وهذه الالتفاته الطيبه اللي دارت بحق هذه الساكنه ديال بيتكان وهذه بادره يعني كنشكركم بزاف والنساء حتى هما راه فرحانين كذلك ومثال وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صراحة يومين ما حسيناش بها
نتمنوا باننا واخا هادشي الاخوان المجهود اللي داروا قليل في حق ما وقع وفي حق هاد الدواور اللي شفنا والهول الفاجعه اللي كانت في هذا الله يلطف من عنده ان شاء الله باذن الله والله يفرج على المتضررين وعلى الساكنه وعلى كذا. الكلام يعجز وكلمات تعجز ما لا يوصف هادشي ولكن الحمد لله كنظن بانه مبتغى وهدف القافله حققنا جزء كبير منه باش ما نقولوش حققنا جزء كبير منه. الاخوان النهار اللي بغاو يديروا القافله في ظرف 3 ايام تجند فيها الكبير والصغير واللي عنده واللي ما عندوش وشي ديال الله حاجه الله كيقضي الله. اليوم الحمد لله نتمنى هذا ماشي وداع ولا نهايه ما هي الا بدايه ان شاء الله لهذا المجال. الاخوان الحمد لله سواء جمعيه مغاربه الحدود او الاخوان في الطاقم الطبي اللي كانوا مشرفين على العمليه ديال التطبيب ديال الكونسلطاسيون حق اننا نعاودوا مبادرات اخرى ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. من لم يشكر الناس كمن يشكر الله نشكركم على هذه الضيافه في هذا الوقت الشده. هادشي الاخوان كلشي النقاش اللي كنناقشو من يومين ديال الملاحظه الانسان في هذه الفاجعه وفي هادشي هو كيستقبل بابتسامه المفروض حنا نستقبلوه بابتسامه وكذا هو كيستقبل بابتسامه ويستقبل كيما قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله نتمنوا بان ما نكونوش كنا ثقال عليكم. الحمد لله حنا خوت ومازال الايام ان شاء الله في اقرب وقت تجي مبادرات اخرى. نشكركم فردا دار دوار اللي انا قبيله كنعدو الاخوان في الدوار اللي كنا فيه كاين اللي كيبكي رغم اننا جينا ليله يمكن ولا سميتو ولكن هذا الاندماج اللي حصل الاطفال البارح الصبحيه اللي كانت ولا السطاها والاخوان اللي كانوا عثمان والاخوان في الطاقم الطبي كلنا كيعطيو وقت الدكتور الله يجازيه بخير الدكتور الاخوان اللي معاه كلنا كيعطيو وقته كانه في معاه في الدار ولا كذا ولا الاخوان اللي كانوا الشباب اللي كانوا مشرفين على عمليه ديال التوزيع ديال ديك البركه اللي جات والمؤونه والخيام وما طلعش الكواش وغيرهم. الحمد لله حصلت واحد الالفه اللي ان شاء الله بان الدوم من هنا لقدام. شكرا لكم باش ما نطولش الجميع الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال والله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.